وفي هذه المساحة التي نخصصها لصندوق الحماية الاجتماعية وبالتحديد لمنفعة دعم دخل الأسرة اللي الكل يمكن يتساءل الآن عنها وعن تفاصيلها، والله يقدر إن شاء الله أن نجيب على تساؤلاتكم بقدر كافي مع ضيفنا من صندوق الحماية الاجتماعية اللي حريصين مثلنا وأكثر في أنهم يوصلوا المعلومة الصحيحة لكم ومن مصدرها وبشكل سريع، وهذا لاحظنا من خلال نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي وظهورهم في وسائل الإعلام وزياراتهم لأغلب محافظات سلطنة عمان، وممكن خطتهم بشكل أكبر في إيصال تفاصيل هذه المنافع. لذا نرحب مباشرة بضيفنا في الاستديو الأستاذ يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك الأستاذ يوسف. أهلا وسهلا أخي عبد الله، ومساء الخير لكم ومساء الخير لجميع المستمعين والمتابعين لإذاعة الشبيبة. يا مرحبا وسهلا. في بداية هذا اللقاء تقدم لكم بالشكر الجزيل على التواصل المستمر وعلى هذه الاستضافة من أجل توضيح بعض النقاط على منفعة داخل دعم الأسرة وإيصال بعض النقاط المهمة للمستفيدين إن شاء الله من هذه المنفعة. جزاكم الله خير، ونحن شاكرين حرصكم على التواجد في البرنامج وإيصال المعلومة للمستمع والمتابع رغم المشاغل الكثيرة وهذه وقت ذروة. ونعرف جميعا يعني الأستاذ يوسف مع بداية شهر يناير بدأ الاستحقاق لمنفعة الحماية الاجتماعية بمختلف طبعا أنواعها، فكيف جرت الأمور في الشهر الأول من خلال المنافع اللي بدأت في صرفها للمستحقين؟ الحمد لله رب العالمين، طبعا بتضافر جميع الجهود أخي عبد الله في صندوق الحماية الاجتماعية وجميع مؤسسات المجتمع المدني. الحمد لله تم صرف المنافع الحماية الاجتماعية بتاريخ 18 من شهر يناير لجميع الذين تقدموا بطلبات صرف المنفعة واستوفوا الشروط، وجاءت حسب الإحصائيات المنفعة كبار السن تم الصرف في حدود 17 مليون ريال عماني، منفعة الطفولة حوالي 10 ملايين ريال عمانية، وكذلك منفعة الأيتام 190 ألف ريال والأرامل 303 ألف. عموما الإجمالي ما تم صرفه في الدفعة الأولى 35 مليون ريال عماني، وإن شاء الله الدفعة القادمة سوف يتم صرفها بنهاية شهر يناير. هذه مبالغ وصلت للمستحقين في حساباتهم اللي ذكرتها الآن. نعم، مبالغ تم صرفها ومبالغ سوف يتم صرفها إن شاء الله على نهاية شهر يناير. الدفعة الثانية المستوفية للشروط الاستحقاق، وهذه طبعا وضحتوها للي سجلوا في وقت لاحق من شهر يناير، يمكن بعد 10 يناير البعض سجل، فهذه إن شاء الله تباعا راح تنزل لهم منفعة هذا الشهر شهر يناير. بالضبط أخي عبد الله، وأحب التنويه مرة أخرى من أجل طمأنة المستفيدين، الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل للمنفعة حتى تاريخ 10 يناير تم صرف المنافع، أما الذين قاموا بالتسجيل بعد تاريخ 10 سوف يتم الصرف إن شاء الله بنهاية شهر يناير إن شاء الله. نعم، لما تقول بعد تاريخ 10 يعني أي يوم من شهر يناير أنت تسجل فيه لمنفعة سواء الأطفال ولا كبار السن ولا الأشخاص ذوي الإعاقة تكون مستحق لشهر يناير حتى وإن كان يعني في وقت متأخر ممكن 19 18 20 وهكذا؟ نعم، جميع التسجيل متاح، وكما ذكرنا سابقا في لقاءات سابقة الذي يكون بالتسجيل خلال شهر يناير في أي يوم يكون مستحق لمنفعة يناير، وحتى اللي يسجل في شهر فبراير أو في مارس أو في إبريل سوف يتم الصرف بأثر رجعي. نعم، لذلك الجميع يطمئن أن الأثر الرجعي 3 أشهر، بمعنى أو وضحها بمثال أبسط للمستمعين، لو شخص سجل في منفعة الطفولة في شهر إبريل سوف يتم صرف في يناير وفبراير ومارس زائد مع منفعة شهر يناير. نعم، بالإجمالي بيكون إجمالي ما تم صرفه ل4 أشهر. نعم، هذا ممتاز جدا، لأنه البعض واجهوا شوية تحديات مثلا في إنهاء إجراءات الحسابات البنكية، وكان يعني يساورهم القلق يمكن أنه يمر عليهم شهر يناير وبالتالي تفوت المنفعة مال شهر يناير وما يستحقوا في فبراير، لكن هذا الآن توضيح جيد منك الأستاذ يوسف أنه 3 أشهر الأولى أنت مستحق
الحق فيها، وحتى لو سجلت في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث من 2024. نعم بالفعل، الجميع يطمئن، سوف يتم الصرف بأثر رجعي لمدة 3 أشهر زائد الشهر الذي قام بالتسجيل فيه. نعم، وهذا طبعا نحن نتكلم عن جميع المنافع، سواء منفعة الأطفال أو منفعة كبار السن أو منفعة ذوي الإعاقة أو الأرامل أو الأيتام. نعم، هذا الشرط ينطبق للجميع. نعم، إذن هذه يعني إجراء جيد، لأنه حتى نحن في وقت سابق كان هذا التوجه ما موجود، تسجل في هذا، ولكن أتوقع مراعاة لظروف الإجراءات وإنهائها. نعم أخي عبد الله، وهذا شيء جيد أنك ذكرت هذه النقطة، وأنا أحب أنوه للجميع، بالفعل مجموعة من المستفيدين واجهوا بعض الإشكاليات أثناء تسجيل البيانات، نحثهم على تحديث البيانات، والصندوق قام بإرسال رسائل نصية لحثهم على تعديل البيانات المدخلة بالخطأ من أجل ضمان صرف المستحقات لهم دون أي تأخير وفي الوقت المحدد. نعم، كلنا نعرف يعني الأستاذ يوسف أنه مجموعة كبيرة من المنافع طريقة التسجيل لها وإجراءاتها سهلة وبسيطة جدا، لأنها بطبيعتها لا تحتاج إلى إثبات حالة ولا تحتاج إلى دراسة حالة، ومشت الإجراءات فيها بطريقة سهلة ويعني وبسيطة. الآن نحن أمام منفعة من ضمن منافع الحماية الاجتماعية، وهي منفعة دعم دخل الأسرة، وهذه يمكن شوية ظروفها والإجراءات اللي تتطلبها مختلفة نوعا ما. فنريد نعطي المستمع والمتابع نبذة عن هذه المنفعة بالتحديد وكيف يعرفها القانون. مرة ثانية يا أخي عبد الله، شكرا لكم على هذه الاستضافة من أجل توضيح بعض النقاط على منفعة دعم دخل الأسرة، وهي نقدر نسميها المنفعة رقم 6. طبعا هذه المنفعة يا أخي عبد الله تعتمد على دراسة الدخل، وهي منفعة موجهة لدعم طبقات المجتمع الأكثر هشاشة والأقل دخلا. هذا بالنسبة لتعريف منفعة دخل الأسرة. نعم، جيد أن كذلك نعرف المستمع والمتابع عندما نقول الأسرة، ما هو تعريف الأسرة؟ ما هي مكونات الأسرة التي تستحق هذه المنفعة؟ بالنسبة للأسرة، حسب اللائحة وحسب القانون والإجراءات الإدارية اللي راح تمشي فيها المنفعة، قسمت الأسرة لقسمين. ونحن نسميها الأسرة المستقلة، هي واللي تتكون من الأب من الزوج والزوجة والأبناء. طبعا يندرج تحت هذا المسمى عدة شروط، من ضمنها أن يكون الابن غير متعدي لعمر 26 سنة يندرج تحت هذه الأسرة، وإذا كانت الابنة مثال مطلقة ولم تبلغ عمر اللي هو 40 سنة سوف تكون تحت مظلة هذه الأسرة. نعم. وعندنا الأسرة المستقلة اللي هي نفرض أن بوضح مثال، يعني أسرة متكونة من أبناء وابنة وابنة مطلقة ومعها أبناء ولم تبلغ العمر اللي هو 40، هذا ما يختلف عن الأسرة المستقلة، هذه سوف تعتبر أسرة بنفسها، ما تكون من درجة تحت الوالدين. ولو كانت أرملة كذلك، ولو كان نفس الشيء الابن أرمل أو مطلق كذلك يعتبر كأسرة مستقلة. لذلك هذا بيكون لهم ميزة، هذا الأشخاص يعامل هو فرد واحد لكن يعامل كأسرة مستقلة، وتدرس الحالة كأسرة مستقلة ولا تدرج تحت الوالدين. نعم، ما هو الحد الأدنى لاستحقاق منفعة دخل الأسرة لشخص من فرد واحد أو لأسرة تعتبرونها من فرد واحد؟ حسب اللوائح أخي عبد الله تم تحديد المبالغ، هذه الأسرة مكونة من فرد واحد
بعد الدراسة تستحق اللي هو الحد الأدنى 115 ريال عماني. نعم. إذا كان من فردين مثال تكون 162، وكلما ارتفع عدد أفراد الأسرة ارتفعت قيمة المنفعة. نعم. وممكن توصل حتى ل 445 أو أكثر منها، يعتمد على عدد أفراد الأسرة. وهناك جدول أتوقع نشرتوه يوضح عدد أفراد الأسرة والمبلغ المستحق يعني. بالفعل جدول تم نشره، وأنا من هذا المكان نفس الشيء أحث الجميع المستفيد والغير المستفيد الولوج إلى موقع الصندوق وحسابات الصندوق في وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع والاستفادة والإفادة. إفادة كلنا احنا أمام مسؤولية. صحيح. لتثقيف. صحيح. وتوعية الناس. نعم. في كل بيت موجود توجد هذه الحالات. نعم. لكل التعليمات وكل النشرات التوعوية يتم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بصندوق الحماية، وكذلك في الموقع توجد أسئلة شائعة بعدد كبير من أجل الاستفادة ونشر المعلومة وقدر الإمكان للجميع. نعم. مثل ما نعرف الأستاذ يوسف، نحن كنا أمام نظام سابق وهو نظام الضمان الاجتماعي، والآن أتى صندوق الحماية الاجتماعية بفلسفة ونهج جديد وتوسع حتى في الفئات وغيرها من التفاصيل. أصدرت توضيح أنه تسترعى عناية المنتفعين فيه من أصحاب الضمان الاجتماعي إلى عدم تأثر الأسرة الضمانية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال صرف الفارق بين معاش الضمان المستحق لرب الأسرة ومنافع الحماية الاجتماعية المصروفة لجميع أفراد الأسرة كمرحلة أولى، والتي تمثل جزءا من قيمة المنفعة المستحقة. وطبعا أنتم فتحتوا الآن التسجيل لهذه المنفعة، أريد نعرف أكثر عن هذا التوضيح وهذا الإجراء الذي قام به الصندوق، ما هي دوافعه؟ وطبعا نحن نعرف يعني طبيعة أصلا وجود الصندوق هو لتوفير الحماية الاجتماعية، وبالتالي تتعامل بمرونة مع مثل هذه الظروف التي تطرأ يعني في المرحلة الانتقالية للتطبيق، فنوضح للمستمع المتابع تفاصيل هذا التوضيح. صحيح أخي عبد الله، بالفعل هذا التوضيح جاء من الصندوق نتيجة لوجود عدة تساؤلات من الشارع العام بشأن منفعة دخل الأسرة والهاجس لدى المستفيدين من وقوع الضرر عليهم نتيجة استبعادهم من بعض المنافع. لذلك وجود منفعة دخل الأسرة جاء لتغطية هذا الجانب. ونسترعى جميع الفئات المسجلة الآن في حالات الضمان الاجتماعي، ويقدر عددها ب 79,000 اعتبارا من يوم أمس تم تدشين الرابط الخاص بالتسجيل لمنفعة دخل الأسرة. نحثهم على المبادرة للتسجيل في هذه المنفعة من أجل مراجعة شروط الاستحقاق وصرف المنفعة للمستفيدين في أسرع وقت ممكن. نعم. وذلك ومن أجل تغطية إن حدث أي تأثر في أحد المنافع أو أحد الاستحقاقات في فرع التأمين الاجتماعي أو في فرع الحماية الاجتماعية. نعم. أشرت إلى وجود منافذ للخدمة، هل هذه المنافذ لخدمة المنتفعين خاصة أشرت كمرحلة أولى من أسر الضمان الاجتماعي، هل هذه تعني أن التسجيل لمنفعة دعم دخل الأسرة أصبح يدويا، أو الخيارات موجودة إما بشكل الإلكتروني أو بشكل التقليدي؟ في الفترة الحالية أخي عبد الله تم اتخاذ القرار تقديم خدمة التسجيل في منفعة دخل الأسرة في منافذ وفروع الصندوق في جميع محافظات السلطنة من أجل ضمان سهولة وسرعة التسجيل دون وجود أخطاء من قبل المستفيدين عند إدخال بياناتهم. ولاحقا إن شاء الله سوف يكون الرابط مثل ما كان في المنافع السابقة متاح على موقع الصندوق وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. لكن جاء التسجيل ليس عودة لليدوي بل من أجل خدمتهم بطريقة أفضل وتقليص فارق الوقت. هذا بدأ من اليوم؟ بدأت من يوم أمس، تم تدشين أمس المساء تم تدشين الرابط،
وبالفعل تلقينا عدة طلبات سواء يوم أمس أو من صباح هذا اليوم. نعم، واليوم بدينا من منافذ الخدمة، بدأت جميع المنافذ سواء في محافظة مسقط أو في باقي محافظات السلطنة. لكن في هذه الفترة حاليا يعني هل التسجيل عن طريق المنافذ ويعني وما متاح على الطريق الإلكتروني؟ نعم. إلى وقت لاحق. نعم بالفعل لهذا الفترة البسيطة سوف يكون متاح عن طريق أفرع ومنافذ الصندوق في المحافظة. وركزت كأولوية الآن على اللي حالات الاجتماعي. تم التركيز بشكل تام على حالات الضمان الاجتماعي المسجل حاليا. نعم. أما الحالات الجديدة اللاحقة التي سوف تأتي سوف يتم الإعلان لاحقا عن موعد بدء استقبال الطلبات، وإن شاء الله سوف يكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني كما تم في باقي المنافع. من خلال رصدكم ومتابعتكم كيف تجري الأمور؟ يعني هل هناك تدفق وسلاسة في تقديم هذه الخدمة والتعامل مع الطلبات؟ أنا ما أريد أمدح فرق العمل في الصندوق لكون هذا مشروع وطني يا أخي عبد الله، والجميع قائم بدوره، حتى أنتم قائمون بدوركم. لكن ما لمسناه خلال الفترة الماضية إن تم استقبال أكثر من 1,600,000 يعني طلب خلال فترة محدودة، والبيانات المطلوبة أخي عبد الله جدا بسيطة، رقم البطاقة الشخصية والرقم المدني وتاريخ، يعني بإمكانك تنهي مهمة التسجيل في أقل من دقيقة. تقريبا غطينا أكثر من 80% من الفئة المستهدفة خلال فترة جدا وجيزة دون عناء أن المراجعين يتدفقوا أو يتكدسوا في المنافذ أو في الفروع أو في الشوارع تكبد مصاريف أو من هذا القبيل. صحيح. طبعا مثل ما قلنا في بداية البرنامج أنه منفعة دعم دخل الأسرة شوية ظروفها نوعا ما مختلفة، لأنها تحتاج إلى دراسة أحيانا الحالات التي ترد إليها، ومن الأهمية أن ندخل في بعض التساؤلات التي وردت إلينا فور الإعلان عن هذه المقابلة. ولكن قبل ذلك يعني وبشكل عام مقارنة بالوضع السابق الضمان الاجتماعي والأسرة التي تستلم من الضمان الاجتماعي، والآن مع وجود منظومة الحماية الاجتماعية بمنافعها ونهجها وطريقتها الجديدة، هل نستطيع أن نقول بشكل عام أنه قيمة الاستحقاق الذي كانت تحصل عليه أسر الضمان الاجتماعي صار في تحسن مقارنة بالوضع الحالي وفق للمنافع وتجميعها لأفراد الأسرة؟ بالفعل أخي عبد الله، يعني هي ليست مجاملة، لكن الحين وجود 6 منافع في الوقت الحالي هذا غطت جميع أفراد المجتمع، وفئات الضمان الاجتماعي هم جزء من المجتمع، لذلك صار استحقاقهم في الطفولة، صار استحقاقهم من كبار السن، صار استحقاقهم من الأيتام، صار استحقاقهم من الأرامل. لذلك بشكل طبيعي أكيد بتكون في استفادة. يعني وهي المنظومة مثل ما ذكر سابقا، يعني هي تعنى بالمواطن منذ الولادة إلى الرحيل. نعم، وهذا طبعا واضح من خلال التسجيل في منفعة الطفولة بداية يعني من عدم وجود سن معين، من سن الولادة مباشرة. صحيح. الآن نريد نسأل بشكل أكثر تفصيلا عن شروط استحقاق منفعة دخل الأسرة، كنت ذكرتها بداية كلامك لكن نريد ندخل فيها، وهل يصح أن تجمع منفعة دخل الأسرة مع منافع أخرى؟ لأن هذا يمكن من أكثر الأسئلة الواردة، وحتى إذا كنت تشير يعني الأستاذ يوسف إلى طبيعة المستندات والإثباتات التي يجب على الفرد أن يأخذها عند ذهابه لمنافذ الخدمة لإنهاء إجراءات استحقاق منفعة دعم دخل الأسرة. أخي عبد الله، أنا أبدأ إجابتي من آخر سؤال أنت سألته. أنا سألتك كم سؤال؟ سؤال واحد. وأنا أبدأ من آخر سؤال. نعم. للطمأنة، وكما لاحظنا في المنافع السابقة كذلك هذا المنفعة، التسجيل
في المنفعة الدخل دعم الأسرة لا يتطلب إحضار أي بيانات حتى وهو الوجود في الفرع فقط من أجل أؤكد من أجل سهولة التسجيل. كل البيانات التي سوف تطلب إلكترونية وسوف يجيب عليها إلكترونيا وسوف يوقع حتى على التعهد إلكترونيا ومن ثم يرسل الطلب للدائرة المعنية لدراسته. يعني ما يحتاج أي مستندات إرفاق، مجرد إقرار في بعض الأمور، إقرار بصحة بياناته، بصحة بياناتها من عدمه وهو مقر على هذا البيان من ناحية المسؤولية التي يتحملها مقدم الطلب. طبعا من ضمن الشروط أن قبل أن ننتقل للشروط، يعني ما يأخذ معه غير فقط إثبات الشخص، بطاقة الشخصية، إثبات الشخصي فقط، إثبات الشخصي واضح. وهذا هو توجه، هذا توجه ورسالة الصندوق، لأن إحنا زمان تعودنا يقول لك جيب رسالة راتب أولادك وجيب ما أعرف إيش وجيب إذا عندك سجل تجاري وجيب 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 وجيب. الآن هذا أمر جيد، أنت تذهب إلى المنفذ معك بطاقتك الشخصية وتأخذ منك البيانات وتقر على صحتها وتأخذ بعدين الجهة المعنية إجراءاتها. إحنا عبد الله لا نزكي نفسنا، لكن توجه الإدارة في صندوق الحماية الاجتماعية أن تكون جميع الخدمات مؤتمة وتكون المؤسسة رائدة في رفض جميع من يحتاج إلى أي بيان، وهذا انعكس في عملية. يعني أكبر مثال واللي هو التسجيل في المنافع تم بكل سهولة ويسر، وطبعا بالتعاون مع جميع المؤسسات المدنية في ذا الجانب. بالنسبة للشروط، لو رجعنا للشروط، يعني بداية يكون بطلب المنفعة، يجب أن يطلب المنفعة والتقديم، وكذلك يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة عماني. يعني نوصلها بالطريقة، إذا كان أسرة مكونة من 5 أفراد يجب أن يكون واحد من 5 عماني من أجل قبول الطلب. هذا من ضمن الشروط. طبعا ممكن أقف شوية عندك هذه النقطة، تفضل. يعني تقصد إذا كانت الأسرة مثلا الأم عمانية بس الأب غير عماني، وأفراد الأسرة الأبناء بطبيعة الحال هم كذلك غير عمانيين والأسرة هذه مقيمة، هل هذه تعتبر أسرة عمانية؟ سوف يقبل الطلب، نعم، لوجود فرد وهي الأم عمانية. نعم، وطبعا بالأحرى العكس صحيح، إذا كان الأب عماني والأم غير عمانية بالضبط، بالتالي هذا ما يضر شيء بالطلب بالضبط. أو باحتساب حتى عدد أفراد الأسرة بالضبط. طيب الشرط الآخر بالنسبة للأبناء اللي هم تحت الأسرة المستقلة، الأبناء يجب ألا يتعدى السن اللي هو 26 سنة. هنا بالنسبة للبنات يجب الغير العاملات ولم تبلغ عمر 40 عام وغير متزوجة أو مطلقة وليس لها أبناء، وكذلك الأطفال اللي هم الغير محتضنين. بالنسبة للأسرة المستقلة، من تنطبق على الشروط؟ المرأة المطلقة التي ليس لها أبناء وبلغت من العمر 40 عاما، هذه تعتبر أسرة، هذه تعتبر أسرة مستقلة ويتم دراستها على حالة مستقلة وليس مع أسرتها الأصيلة. كذلك المرأة الغير متزوجة وبلغت العمر 40 عاما تعتبر كأسرة مستقلة. المطلقة التي لديها أبناء وحتى لو ما أكملت 40 عاما تعامل كأسرة مستقلة. كذلك الأخوة والأخوات، الأخوة والأخوات من بيت واحد، مضحك من بيت واحد، اللي فقدوا والدهم ووالدتهم بشرط أنهم ما متعدين سن 18 سنة، دون 18 سنة هذا لا يعاملوا كمعاملة أسرة مستقلة. وأي فرد من هذه الأسرة يتجاوز سن 18 يعامل كأسرة مستقلة. نعم. نفرض أن وصل لك يا أخي عبد الله بمثال بسيط، أسرة تتكون من 5 أفراد فقدوا والديهم وهم دون 18 سنة يعاملوا كأسرة واحدة. بعد سنة أحد منهم تجاوز 18 سنة وهو فاقد الوالدين يعامل كأسرة مستقلة، صاروا أسرتين. نعم. هل يتعارض صرف منفعة دعم دخل الأسرة مع المنافع الأخرى التي قد يستحقها
أحد أفراد الأسرة؟ يعني مثال، عندنا منفعات الطفولة، عندنا منفعات كبار السن، عندنا منافع أخرى ذوي الإعاقة غيره، هذا جيد أن نوضحها. منفعة الطفولة لا تتعارض مع منفعة دخل الأسرة. جميل. ولا منفعة الإعاقة. هذا ما تتعارض مع منفعة دخل الأسرة. بعض المنافع ممكن حسب الإجراءات يتم المقارنة والمفاضلة بين الأنصبة ويصرف الأفضل. منفعة كبار السن، منفعة كبار السن، منفعة يعني كبار رب الأسرة يستحق منفعة كبار السن، هل في احتساب منفعة كبار السن تدخل في احتساب قيمة اللي احنا نسميها القيمة المستهدفة؟ ايش طريقة هذا الاحتساب بما ان الحين اللائحة يعني حاضرة؟ هل الفارق ما بين ايش بالتحديد يعني؟ بالنسبة مثل ما ذكرنا، بالنسبة للقيمة المستهدفة للمنفعة دخل الأسرة، مثل ما ذكرنا سابقا أخي عبد الله، بالنسبة الفرد الواحد يبدأ من 115 ريال. مثال، إذا كانت أسرة تتكون من 3 أفراد 115 ريال مضروب عدد الأفراد الأسرة في الجذر التربيعي، وفي هذه في حسبة معينة وإجراءات معينة في هذه المنفعة الناتج يكون مثال هذه 199 ريال لو كانت من 3 أفراد. طبعا مع وجود باقي المنافع اللي هي تطرقنا لها سابقا. مثال يمكن هو ما دائما يعني يحدث لكن جيد مثلا للتوضيح، إذا كان على سبيل المثال الأب والأم من مستحقي منفعة كبار السن وعندهم ابنين، طيب إذا عدد أفراد الأسرة 4 وإجمالي دخل الأسرة إذا قلنا يعني نحسب 115 هناك و 115 هناك يعطينا 230 ريال وعندهم أبناء 2، هل يعني تعتبر حالة مثل هذه من المستحقين لمنفعة دعم دخل الأسرة؟ بالفعل أخي عبد الله، مثل هذا الحالة تخضع للدراسة. وطبعا هي في معادلات وضعت لهذه المنفعة، وهي معادلات ما فيها أي تدخل، هذه معادلة إلكترونية. ويتم استبعاد اللي هي المنافع اللي لا تدخل في منفعة دخل الأسرة، وإضافة المنافع التي تدخل في الحسبة. نعم، لكن الواضح الآن بشكل جلي أقل شيء المنافع اللي هي مثل منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه ما تدخل في حساب منفعة دخل الأسرة، لا تتعارض مع حصول الأسرة على منفعة دخل الأسرة. نعم، لا تتعارض. طيب، هذا السؤال كذلك من الأسئلة التي وردتنا، هي يمكن ما بشكل مباشر عن منفعة دخل الأسرة لكن هي لها علاقة أكثر بمنفعة كبار السن. نحن نعرف أنه بعض أبانا وأمهاتنا الله يحفظهم يستلموا أحيانا حصة معينة من رواتب تقاعد أشخاص من أفراد أسرتهم متوفين، والآن هم يستحقوا كذلك لمنفعة كبار السن، هل هناك علاقة بين ما يحصل عليه الشخص من راتب تقاعدي لأحد ربما أبنائه أو لزوجها أو لغيره ومنفعة كبار السن؟ نعم يا أخي عبد الله، في علاقة موجودة، لكن خليني أبدأ بال مرة ثانية من أينما انتهيت بالنسبة للاستحقاق في فرع التأمين الاجتماعي، وأوضحها بمثال. مثال، أرملة تتقاضى معاش زوجها وقدره 300 ريال. طيب، وهي من فئة الكبار السن اللي هم بلغوا سن 60، رايحة تستلم 115 ريال من فرع تأمين من فرع منفعة عفوا كبار السن زائد 300 ريال اللي هي من معاش اللي هو نصيبها من معاش زوجها. هذه اللي هي الفئات اللي لا تتعارض، بينما الفئة احنا نسميهم الفئة الثالثة في استحقاق سابقا اللي هم الأب والأم والأخوات والابنة كذلك، هذه تتعارض مع بعض المنافع. لكن تأكد ان بعض يعني لانها مستفيدة من منفعة اخرى، وكذلك ينظر لهالموضوع الاستحقاق الاصيل في 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 الصرف. لما نتكلم عن موضوع موظف او متقاعد عفوا ويستلم معاش تقاعدي
وهو بلغ من العمر 60 عاما يتم صرف منفعة كبار السن زائد قيمة معاشه. لكن المعاش اللي يستلمه هذا استحقاق أصيل نتيجة أنه هو عمل في الدولة واستحق معاش تقاعدي. وهذه منفعة جاءت للجميع، منفعة كبار السن. أما بينما للاستحقاق لباقي الفئات اللي هي استحقت لنصيب من شخص الأصل. أتمنى أنه يعني وضحت بالنسبة لك. ما واجد صراحة، يمكن أنا ما يعني كامل تركيزي للموضوع، لكن بسألك كذا سؤال وبتوضح إن شاء الله بشكل واضح. خلنا نبدأ بالشخص المتقاعد اللي يستلم راتب تقاعدي ويستحق لمنفعة كبار السن، هذا من باب أولى هو يستحق منفعة كبار السن وراتب التقاعدي كاملا لا علاقة صحيح ولا تعارض. صحيح؟ صحيح. طيب إذا كان المتقاعد متوفى، طيب، وتتقاضى هذا الراتب زوجته بشكل كامل أو بشكل جزئي وهي مستحقة لمنفعة كبار السن، هل هذا يتعارض مع حصولها على هذه المنفعة وراتب زوجها التقاعدي؟ لا يتعارض. خامل لا يتعارض. أنت طيب. شكلك بتدخلني في فرع التأمين الاجتماعي. إزاي؟ آخر سؤال آخر سؤال. نحاول قدر الإمكان اللي يسمعنا هنا يفهمنا ويكون قادر على الحصول على المعلومة. واجب أخي عبد الله، إحنا مكملين بعض إن شاء الله. الآن إذا كان هذا الراتب التقاعدي، خلنا نقول كأنه في ورثة ولا إنه كأنه يعني في مستحقين مجموعة، مثلا على سبيل المثال الأم من راتب ابنها التقاعدي جزء منه ولا الأخو أو هكذا، يعني هذا من ضمن الحالات التي يعني تتعارض مع استحقاق منفعة كبار السن. إذا كانت نفرض الزوجة أو هي أرملة ووالدة الأبناء وبلغت سن 60 تتقاضى منفعة كبار السن. إيش هي الحالات اللي لا يمكن الجمع فيها بين منفعة كبار السن وبين استحقاق حصة من راتب تقاعدي لأحد أفراد الأسرة أو الأقارب؟ ممكن بس توضح لي عبد الله شو اسمه السؤال هذا؟ نعم، عشان السؤال الآن إيش هي الحالات اللي يتعارض فيها استلام منفعة كبار السن بشكل كامل مع تقاضي جزء أو حصة معينة من راتب تقاعدي، سواء كان لابن أو أخ أو أيا كان، هو من خلال الراتب ذاك التقاعد يستحق حصة معينة وهكذا. يعني إذا كانت ابنه وهي ابنه مستحقة وبلغت سن 60، هنا يصرف لها منفعة كبار السن ويصرف لها المكمل في حالة إن نصيبها من هنا من الاستحقاق النصيب أكبر. كذلك منفعة، خلينا نعرج على هالموضوع، بالنسبة منفعة ذوي الإعاقة وقيمتها 130 ريال مع منفعة الأطفال. نعم، منفعة الأطفال 10 ريالات، هذا تتعارض ويصرف الأكبر، لكن بطبيعي 130 أفضل من 10 ريالات. نفس الشيء اللي هي منفعة ذوي الإعاقة اللي هي 130 ريال مع 10 ريالات، تغلب المنفعة الأكبر. تغلب المنفعة الأكبر. نعم، وإذا يصرف الفارق. نعم. طيب الآن ذكرت نقطة مهمة، إنه الواحد يدلي ببياناته، لكن طبعا هذه البيانات اللي هو يتيحها متعلقة بدخله على أساس نعرف نحن إجمالي دخل الأسرة ونعرف إذا كانت مستحقة أو لا. نعم. ما هي طبيعة الاشتغال هذه المرة الذي سيقوم به صندوق الحماية الاجتماعية يعني البت في هذا الطلب وطريقة كذلك يعني التحقق من هذه البيانات؟ هل من متوقع أنه يعني هذه العملية تأخذ وقت طويل إلى حين البت في الطلب؟ شكرا أخي عبد الله على هذا السؤال. بالنسبة إحنا مثل ما ذكرنا في بداية الحديث، المنفعة الدعم دخل الأسرة الحين مستهدفة لحالات الضمان والتي قدرت بعدد 79,000. جميع هذه الحالات حسب الاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص لن يتم إعادة البحث الاجتماع إلا الحالات التي تستدعي، بينما سوف يتم مباشرة الإجراءات التحقق
وإن شاء الله متوقعين إن خلال الأيام القادمة أسابيع بسيطة إن شاء الله سوف تصرف. يعني كأنك تقول إن راح نستخدم قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي للحالات القائمة يعني الآن. طبعا للاستعانة بقاعدة البيانات الضمان الاجتماعي، وفي بعض الإجراءات تمت إضافتها معنا في الصندوق، وكذلك عبد الله لأن هذه الحالات سبق وتم دراستها ومن أجل ضمان عدم تأثر هذا الفئة. حالات الجديدة الكل يعرف وش الإجراء اللي مطلوب وممكن الانتظار مثال فيها، لكن هذه الحالات حرص من الصندوق على عدم تأثر هذه الفئة وإنهاء إجراءات صرف المنفعة للمستفيدين في أقرب فرصة ممكن إن شاء الله. كيف تعاملنا نحن مع شهر يناير؟ هل تم صرف يعني نفس قيمة الضمان الاجتماعي السابق أم ماذا؟ عفواً عبد الله، نحن كيف تعاملنا مع أسر الضمان الاجتماعي إلى حين إنهاء إجراءاتها في نعم تم صرف نفس القيمة بدون أي تأثر. وهل هذا متوقع أنه إن شاء الله خلال شهر فبراير مثلاً إذا كان بالنظام الجديد هناك استحقاق يعني ربما يكون أكبر من الحالي أو غيره يعني سيكون في شهر فبراير؟ إن شاء الله الخطة مرسومة على أساس أن يتم الصرف بشكل دفعات إن شاء الله خلال شهر في شهر فبراير إن شاء الله بإذن الله تعالى وبأثر رجعي. طبعا من تاريخ التسجيل، هذه نفس الشيء نحب ننوه عليه أن المنفعة مستحقة من تاريخ التسجيل. ربما الكلام للآن وللقادم للمستقبل ربما بعض الحالات لأسباب معينة تأخذ مثال عبد الله شهرين أو ثلاثة لأسباب يعني أنا أقول حالات خاصة وليس قاعدة عامة، لكن عند الاعتماد سوف يتم الصرف بأثر رجعي وهذا ضمان أنك أنت يا مستفيد ما رايح تتأثر. قدمت في يناير وانتهى موضوعك في شهر إبريل رايح يصرف لك في شهر إبريل بأثر رجعي. نعم هذه إذن نقطة مهمة ومطمئنة في نفس الوقت. نحن يعني حاولنا قدر الإمكان أنه نوضح جميع التفاصيل المتعلقة بمنفعة دخل الأسرة. الجيد أنه كذلك في منصاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي أشرت إلى مواقع وجود منافذ الخدمة للتذكير بها، وأتوقع من خلال الكيو آر كود بإمكانكم حتى معرفة يعني اللوكيشن أو يعني الموقع بالتحديد. طبعا هناك يمكن أسئلة كثيرة لكن حن نحاول ناخذ الأسئلة اللي لها علاقة بشكل مباشر بمنفعة دخل الأسرة. طيب بخصوص المستندات نذكر مرة ثانية مثل ما يعني ذكر الأستاذ يوسف أنه لا توجد مستندات مطلوبة وإنما البطاقة الشخصية وتدلي بالأرقام والبيانات. هذا إذن مستمعينا ومتابعينا كل ما لدينا. أنا أتيح المجال أخيرا لك الأستاذ يوسف إذا كان هناك يعني ثمت شيء تحب التذكير فيه نحن ما أشرنا له في الحلقة ولا أسئلتنا كانت ناقصة شوية فمساحة لك تفضل. جزاك الله خير عبد الله، ما شاء الله عليك أن غطيت معظم الجوانب. فقط أحب أنوه لجميع المستفيدين ومن جميع المنافع ليس فقط من منفعة دعم دخل الأسرة، حتى عن باقي المنافع لا زال في ناس لم يقوموا بالتسجيل، نحثهم على الاستفادة من هذه المنافع. كذلك عدم التردد بالتواصل مع مركز الاتصالات في صندوق الحماية على رقم 877-600، كذلك زيارتنا في أفرع ونوافذ الصندوق المنتشرة في ربوع السلطنة في جميع المحافظات من أجل خدمة هذه الفئة، وهي خدمة واجبة عبد الله للجميع. هذا ما ودت الإشارة إليه. شكرا بارك الله فيك وشكرا جزيلا على الاستضافة. قبل لا نختم بس الأستاذ يوسف أنا شفت هذا السؤال الحين نحن ما عندنا تصنيفين، واحد اسمه ضمان اجتماعي وواحد اسمه أسرة من ذوي الدخل المحدود. هذه المنظومة اللي هي دعم دخل الأسرة
تعتمد على المعطيات والأرقام المتوفرة، إذا كانت تنطبق عليها الشروط فأنت مستحق. هذا يعطينا نتيجة أنه قد يكون البعض من المستحقين لدعم دخل الأسرة لكنهم هم الآن ما في سجلات الضمان الاجتماعي، وبالتالي قد يعني يكون مستحق وعليه أنه يبادر ويقوم بالتسجيل. بالفعل، وشكرا أخي عبد الله على هذه إثارة هذه النقطة، لأن بالفعل هي منظومة الحماية الاجتماعية وجدت لجميع فئات المجتمع وتحت مظلة صندوق الحماية الاجتماعية. لذلك أكرر حثي للجميع للمبادرة بالتسجيل. كذلك أحب الإشارة على أساس البرامج، لأنك إشارت لمعاشات الضمان الاجتماعي، كانت توجد معاشات ضمان اجتماعي وبرامج مساعدات في وزارة التنمية الاجتماعية. لا زالت هذه البرامج موجودة وقائمة، وحسب علمي أحد البرامج تم صرفها في الأسبوع الماضي. لذلك هذه البرامج المساعدات لا زالت قائمة موجودة في وزارة التنمية الاجتماعية. ممتاز. لكن أنتوا الحين الأولوية تريدوها لأسر الضمان الاجتماعي، وبعدها أكيد للمجال بيكون مفتوح كذلك الطلبات الجديدة إذا كان من المستحقين، وبيكون مفتوح حتى الموقع الإلكتروني. بالفعل، بالنسبة لمنفعه دخل الأسرة، التوجه الآن التركيز على فئة الضمان الاجتماعي المسجلين حاليا. نعم. لضمان صرف المنفعة في أسرع وقت ممكن للفئات المستفيدة من هذه المنفعة، ومن ثم سوف يتم لاحقا فتح باب التسجيل للفئة للأسرة الجديدة. نعم، لأني شفت ملاحظات كثيرة، بعضهم لا زال يدخلوا على الموقع الإلكتروني للتسجيل لمنفعة دعم دخل الأسرة، فقط يعني للتذكير، وتصحح لي إذا كنت غلطان، في هذه الفترة التسجيل عبر منافذ الخدمة الموجودة في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان إلى شعار آخر، وبعدها راح ترجع الخدمة مرة ثانية بشكل إلكتروني عن طريق الموقع. كلامك صحيح عبد الله. الحين الفئة المستهدفة، أكرر، هي الحالات المسجلة كحالات ضمان سابقة، وطريق التسجيل زيارة الأفرع الصندوق والنوافذ الصندوق في المحافظات. وحتى في المنشور اللي تم نشره يوم أمس تم التأكيد على أن الآن مستهدفين في الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي، ومن ثم لاحقا سوف يتم فتح التسجيل في المنفعة للجميع. نعم. سؤال يمكن شوية فني لكنه خطر على بالي، إيش التحدي من أن نحن نفتح المجالين، يعني يكون التسجيل الإلكتروني متاح ويكون التسجيل عن طريق منافذ الخدمة متاح، وبالتالي اللي يشوف أنه أسهل لي يروح عن طريق منافذ الخدمة يتفضل ممكن يساعدوك، واللي يشوف أنه أسهل لي يسجل عن طريق الشكل الإلكتروني اللي تعودنا عليه اتفضل بعد هذا متاح لك. مقترح جيد أخي عبد الله، ليش؟ إن شاء الله بندرس المقترح، وإذا كان في ما شيء ما يمنع في الفترة الحالية إن شاء الله، ليش لا. شكرا جزيلا لك الأستاذ. شكرا أخي عبد الله، وبارك الله فيكم، وإجازة سعيدة للجميع. بارك الله فيك الأستاذ يوسف بن محمد العبري، مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية، كان معنا للإجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم واستيضاحاتكم حول منفعة دعم دخل الأسرة. ويعني الأخوة في صندوق الحماية الاجتماعية هذا ما أول ظهور لهم، يمكن أكثر من مرة، 3 أو 4 مرات، كل ما يعني شعروا أنه بحاجة لمزيد من الإيضاح يكونوا موجودين معنا ومع مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وصولا بإذن الله تعالى إلى مرحلة انتقالية كاملة واستفادة. يعني احنا نتكلم ترى هذا بعد شهر يناير، وبالتالي نحن لازلنا في هذه المرحلة الانتقالية، وإن شاء الله كل يعني إذا كان ثم تحديات معينة تكون محلولة إن شاء الله خلال هذه الفترة البسيطة القادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحية طريق ظاهر، أنه خلاص جو الويكند شوش علينا شوية، دخل الكلمة ظاهر كذا. طريق العمل الجميلة الزيدية، جاسم البداية، أحمد العزيزي في الإخراج، نلقاكم في حلقات قادمة بحول الله تعالى، في أمان الله.